دكتور غسان مهنا، اخصائي بطب الاعصاب بطب الصداع والالم المزمن، موجود معنا اليوم. موضوعنا وجع الراس اللي بنسميه كثير اشياء، هل كل التسميات صحيحه وهل التشخيص عم يكون صحيح؟ خاصة اوقات بنشخص يمكن الالم نحن ونشخص المشكل نحن. بونجور. بونجور. لما بنحكي عن وجع الراس، وبما انه حضرتك اختصاصي بطب الاعصاب، هل في اي علاقه مع الاعصاب بهالموضوع؟ اول شيء لما نحكي عن وجع الراس، بما في عندنا ملتي فاكتوريال، يوزر فاكتور، احدى الفاكتور هي ستريس. اوكي. لما نحكي عن اوجاع الراس في عندنا اثنين تيب بشكل عام. عندنا اوجاع راس بريمير، يعني اوليه، بكون في عندي ليزيون، بس ليزيون بانال، ديسفونكسيونمون بنسميهم انا ليزيون. وفي عندنا المال دو تيت سيكوندير اللي هو صحايا مننجيت، تيومور اكسترا، هاي ما رح نحكي عنها اليوم. بكل شيء السيفالي بريمير، الميغرين، السيفالي تونسو مسكولير، المال دو تيت، اوجاع الصوت، الصداع اللي له علاقه بتشنجه الرقبه والفك والكتف. هول كثير بتاثروا، بيكون في فاكتور اندوجين فينا، الميغرين الهرمون بتاثر على الميغرين. والفاكتور دو ستريس بياثر على التونسون مسكولير اللي بتعطي اوجاع راس بحد ذاتها. اوكي. بعتقد الشائع بلبنان انه كل وجع راس بيقولوا عنه مايجرين، وبيعالجوه على الاساس، بيعالجوه على الاساس، واللغط انه او يعني لا موفيز بريزون شارج، انه ما بنروح على سبب الوجع. انا اذا عندي مايجرين بعرف انه المايجرين لها اسباب اندوجين من داخل الراس، بنعطيها تريتمون والايفوليسيون تبعتها بنعرفها بحالتين بس، انه خلال الحمل بتخف وبعد المونوبوز بتخف. نعم. اوكي. ولكن اذا عم نحكي عن تشنج الرقبه او الصداع له بعلاقه بتشنج الرقبه او الفك، يرتبط. بعطي مثل، اذا شخص نام ونومي غلط، عمل كونتراكسيون لرقبه غير من جهه، من جهه غير من جهه، عمل وجع راس. اشخاص اللي بيعملوا بروكسيزم بالليل، شدوا عفنهم بالليل، هول بيعملوا تشنجات الفك اللي هون تودي اوجاع راس. اشخاص اللي بيقعدوا على الكمبيوتر طول النهار، قاعد انا هيك على الكمبيوتر، عم بعمل اكستنسيون اجريسيف للتنسيون مسكولير، عم تعمل وجع راس. اذا انا ما رحت على السبب ورخيت العضل ورحت على الاوريجين تبع وجع الراس، بيتحول وجع الراس من وجع راس بو فريكون، شوي متكرر، لا مويانمون فريكون، لا فريكون، لا سيفالي كرونيك كوتيديان. وهون بعد شوي بنحكي عن الابي دونتالجيك، كيف الشخص بيطلع من وجع راس بريمير ثلاثة بالشهر أربعة بالشهر، بيتحول لوجع راس يومي مزمن مع ادمان على المسكنات، بس يوصل المرحله هيدي بيعطي عوارض مختلفه عن اوجاع الراس العاديه، وطريقه التعاطي معه او التريتمون او البريزون شارج بتكون توت افي ديفيرونت. نعم. خلينا نرجع للميجرين يلي اكثر شيء يعني شائع الحديث عنها، شو اللي بنصنفه ميجرين وكيف بيصير التشخيص لنقول انه هالشخص عنده ميجرين ومش شيء ثاني؟ تري بيان. دونك انا شو رونتري دو باري يا كيلكو موا ديجا. Je constate que la vraie migraine au Liban, elle est peu fréquente. Or, ce qu'on appelle le mal de tête mixte, yani migraine avec autre chose, très fréquent. La Société internationale de mal de tête a défini des critères incluant la migraine. Hey, wajaras musfé, chaque lame musfé, les qui peut être diffus, le jatin, un type de pulsation, mais que nabad, mais que d'at l'alb. بيعطي معه جن على لوميير، فن يعني انزعاج من الصوت، انزعاج من الضوء، المده من اربع ساعات ل 72 ساعه. وبشكل متكرر بيجي اكثر ببريود مرات. اوكي. هلا لما بنحكي عن تريتمون تبع الميغرين، في عندنا اثنين تيب دو تريتمون. بنحكي عن تريتمون دو بريفونسيون، يعني اذا شخص عنده وجع راس 10 ايام بالشهر، هيدا انا مضطر اعطيه تريتمون وقائي بريفونسيون للمالوتا. اور يو سي ان تريتمون دو كريز، في حال الكريز مضبوطه بنعطي تريتمون. بس كيف بيصير التشخيص لهالموضوع؟ بما انه حضرتك عم بتقول انه ملاحظ انه بلبنان، وبعد عودتك من الخارج انه بلبنان في نسبه قليله عندهم ميجرين، الحقيقه انه هو عندهم ميجرين مختلط مع شيء ثاني، فاذا يعني صارت الشغله بعد اصعب لان في اكثر من سبب. طيب طيب دونك سالتيني سؤال كثير مهم، كيف يعمل التشخيص؟ نعم. اوكي. لنكون واضحين بكل شيء، اوجاع راس برايمري بريمير، التشخيص بيعتمد على الانتروجاتوار بيني وبينك. بسالك سؤال، تجاوبيني بتجاوبيني بجواب، على الطريقه انا بحدد وين وجع الراس او بحدد التيب تبع وجع الراس. دو بتعتمد على الاكزامين كلينيك، يعني اذا فينا نشوف الصور اللي على 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 الاستوديو، انا لما اكون عندي وجع راس بريمير هيديك تنشن او هيديك تنشن، في عندي تريجر زون، تريجر زون، اذا انا عملت ابوي على تريجر زون
بتعمل ديكلونشمون للمالدوتات بساعتها. طيب. بساعتها اوكي، ولكن انا اذا ما عالجت هالتريجر زون بحد ذاتها هي بكون ما فتت على السورس تبع المالدوتات، بكون المالدوتات لبريز اون شارج بضلوا موجود، اما لما اروح على المصدر بريحها. بس هذا بالنسبه للتشخيص. نعم. ولكن انا اعتبر لو نحدد شغله، الناس الاشخاص اللي بيعملوا تخطيط راس او ام ار اي او سكانر للمالدوتات من نوع الميجران او الهيديك تنشن او سندروم دو صدام، يعني ارتكولاسيون تومبو مانديبولير، لا مشاكل الحنك، مشاكل الحنك لا تعني شيء. On voit rien sur le scanner, ni l'IRM, ni l'électroencéphalogramme. لانه هيدي شغله على الحركه عم تعمل بينما سي ديسفونكسيونمون، بس ما عندي ليزيون اون فوا ريان. نعم، ما بنقدر نشوف شيء على الصور. حكيت عن لكن التريجر يلي شفناه هون، يلي هن بهالكشف يلي انتم بتعملوه بهالتشخيص بتقدروا تعرفوه. بس عم نحكي عن تريجر، في اوقات كثير من الاشخاص بيقولوا انه يلي بيسبب هالشيء اوقات بيكون نوع من الاكل، اوقات بيكون جو معين، اوقات بيكون حراره معينه او فصل معين، او هيلا شيء بيكون عم يسبب هال او عم يخلي يبلش هالمشكل. لكن اذا بدي جاوبك بطريقه اوضح ولوجيك وهيك وبراكتيك، إذا كانت مايغرين قلنا في عدة فاكتور اندوجين واكزوجين. فاكتور اندوجين الهرمون، لذلك مرات بنعرف انه في سونابيل ميغرين مونستريال قبل العادة الشهرية، قبل السيكل مونستريال بوندون اي ابخي. باقي النقاط رح نحكيهم بعد هالوقفة الصغيرة. يلا تفضل. دكتور غسان مهنا، اخصائي بطب الاعصاب، طب الصداع والالم المزمن، موجود معنا وبنحكي عن اوجاع الراس. وصلنا للميجرين او بالعربي الشقيقه اسمها يعني ما بعرف ليش، ولكن يمكن كمان لانه انا اللغه العربيه اللي انا ما قلت شيء، ولكن يمكن لانه كمان لما بنقول ميجرين بصير نعتبر انه هالشيء بلازمك كل حياتك يعني، وما فيك انك تخلص منه. نحن لا، عم نحكي عن علاجات ممكن او بلكي لايف ستايل ممكن لحتى يكون عم يساعدنا نتخلص من هالموضوع. اوكي، طيب لنكفي اول شيء الفكره اللي كانت قبل 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 قبل, قبل البوز. قلنا انه في فاكتور بالميجرين اندوجين اكزوجين. اوكي، طيب انا لما بعتبر انه عندي وجع راس جاي من الفك، يعني من عضل الفك او من عضل الرقبه، شو العضل؟ شو يعني عضل؟ عضل يعني مثل ايبونج سفنجي. اي متى تكون سفنجي تكمش؟ لما يكون ما فيها مي تنشف. إذا العضل لما ما بنعمله رياضة ما بنحركه بيكمش. أوكي. سفنجي كمان نفس الشيء، لما بتكون حطها أنا بمكان بارد لا تكمش. زيت بالصيفية مرات أوجاع الرقبة بتخف. وهلا بهالوقت هيدا اللي نحن فيه وقت الإيفرنال، يعني الطون إيفرنال الشتوية، شو بضايق بلبنان أكثر شيء؟ بكون الشخص قاعد بسيارته مدور الشوفار. طلع من السيارة لبرا كمشة الرقبة، هالشوك مش هالشوك، هالإشونج لو تمبيراتور من البارد للشلل للسخن بتكمش الرقبه. اوكي، لذلك هون بيجي دورنا نحن غير التريتمون نعطي ادوكاسيون للمريض. طيب لما نحكي طب الالم شو يعني؟ اون في لو يا تخوا اكس دون الميديسين دو لا دولور، عندنا دياغنوستيك ايفالياسيون اي تريتمون. نحط التريتمون اخر شيء بالعلاج. الايفاليشن شو يعني؟ انا بدي قيم الوضع، التقييم. نعم، تقييم. اذا شخص انا عندي شخص عنده مايجرين او هيديك تنشن، هالشخص ما عم ينام مضبوط بالليل، اذا ما عالجت النوم ما راح في يعالج الميجرين. اذا انا عندي شخص عنده اكتيفيتي بيروتيك طول النهار على البيرو، اوكي، وما زبط قعدته مضبوط، الفاكتور ديكلونشون تبع المالدوتات رح يكون موجود دائما هون. اذا في ايدوكاسيون للمريض، يعني ولا شخص اسبابه وعوارضه مثل الثاني. ابسوليمون بودي تو، يعني حتى اذا شخصين مشكلتهم انه ما بيناموا منيح، كل واحد عنده سبب لانه ما بينام. ابسوليمون سي انديفيديوال كا بار كا. هلا لكون واضحين، الاوبجيكتيف لنعالج مضبوط مال دو تيب ان كان ميغرين او تنسيون مسكولار او اكسترا، هو نعمل بريفونسيون للمريض ما يكون لو بريفريكون لا كرونيك لا مزمن. نعم. اوكي، لذلك بمجرد ما المريض ياخذ اكثر من 15 حبة مسكن بالشهر على 3 أشهر متتاليين، دخل بالتعريف الطبي للإدمان على المسكنات. بس في أوقات علاجات بتكون بهالقوة؟ علاجات يعني الأطباء بيعطوا علاجات هالقد كثيفة بالمسكنات؟ ما بعتقد.
ما في يقول الطبيب او المريض، انا بحب اعمل كونستا. بحب اعمل كونستا، ولكن لنعتبر شغله انه لما المريض بفوت مرحله الادمان على المسكنات تحولت البلان تبعته الشكوى من شكوى صداعيه او صداع لشيء ثاني، شو بيعطي؟ بقول لك انا في الصبح عندي وجع راس، ليه؟ لانه بالليل ما اخذ مسكنات. بقول لك انا صار عندي مشاكل بالذاكره، كثره المسكنات بتعطي مشاكل بالذاكره، في كثير مرضى من الادمان يعني. اكزاكتومون. بقول لك انا عندي سونساسيون فيرتيجينوز، بحس حالي انستابل. كيف انستابل؟ ما نري فيرتيج روتاتوار، ولكن بحس حاله هو عنده انستابيليتي، شعور بالدوخه. بحس بانحطاط، بحس مرات بهبات سخنه او هبات بارده بجسمه. خلينا ناخذ اتصال دكتور نرجع نتابع. الو. الو. الو بونجور. اهلا تفضلي. بونجور دكتور. بونجور مدام. بدي اسالك عن اولادي، عندي شابين. ابني بعمر ال 8 سنين 9 سنين صار يشكي من وجع راس كثير قوي، هلا عمره 26 سنه. مع لعيان نفس، استفراغ، كثير استفراغ، يعني نسمع مصارينه متخبط، يغيب عن الوعي. عملنا له فحوصات سكانر وكل هالاشياء، اخر شيء قالوا لنا ميجرين. صرنا كل فتره نعمل له تخطيط كل شهر شهرين ماني متذكره. كان معه كهرباء كمان مع الميجرين، بس عطى الحكيم باثناء كذا صنف دواء، ارتاح تقريبا 90% من وجع الراس. بس عندي ابني الثاني هلا عمره 29 سنه، كل يوم عنده وجع راس، بيقول لي ما فيني حرك راسي، رقب انه ياخذ راسه شمال يمين، مش عافي من كتافه او انه ميجرين، هو ميجرين يعني بحد ذاته مش من ورا وجع كتاف. مش عارفه. اهلا وسهلا فيك. طيب، لكن اذا بدنا هيك بدي الخص اللي قالته المدام، رح نروح للديزاكس. ناخذ اول شيء الانفون اللي عمره 8 9 سنين. لكم واضحين المايجرين موجوده حتى عند الاشخاص اللي عمرهم شهر، او الاطفال البيبي اللي عمره شهر، ولكن الميجران الاشخاص الصغار يعني الانفان ال 14 سنه ونزول بتكون 10-20% منها صداع، والباقي بيجي فيرتيج، دوخه، وجع بالبطن، مشاكل بالتركيز، اجيتاسيون بالعربي يعني هيجان، او نوع من الايزولمون. والتعاطي اول فاكتور للميجران عند الاطفال هي الانكسيتي، قلق. واول تريتمون هي ريلاكساسيون، ثيرابي دو ريلاكساسيون. هاي شغله. الشغله الثانيه بالنسبه للانفون الثاني عمره 22 سنه، اذا فينا نرجع للصوره او بعد شوي، لما بكون انا عندي تشالنج بالرقبه من هون، اوكي، اكيد ليميتاسيون دو روتاسيون دو لانيك، يعني حركه الرقبه على الشمال وعلى اليمين بتكون محدوده. حتى نسال المرضى بقول لهم انت لما تكون معك سياره، اكيد سياره قديمه هلا كله على الاكران، سياره قديمه بترجع تكمش رقبتك، بقول لك انا ما في رجع رقبتي كلها، بس اعملها بتعطيني شعور بالدوخه. هو اللي بيعطوا شعور بالدوخه، محدوديه بحركه الرقبه، شعور بفلو فيزيوال نون سبيسيفيك، بقول لك انا حاسس بغيار ديفون لي زيو. شو هي الحلول؟ الحلول وقت نحكي عن رقبه ما بتقدر تبرم البرمه كامله ولا بتعمل مشكله. انا عندي، اذا انا عندي شيء، اعطيك مثل ابسط، اذا انا عندي شيء دولاب مكربج، اوكي، شو في عندي حل؟ او في عندي حل انا اعمله هيك اعمل هيك تاخذ سنين وسنين، او في طريقه معينه انا فكه هيدا، بيعطي اول نهار نهارين صوت يعني بغوي، ولكن ابخي سا ديفيان ليبر. دونك تو سكي تونسيون مسكولير بريكرانيان هون، او الترابيز او الفك، يا دي تكنيك كون بو سولاجي ديتوندر لو ميسك دو لا سورس دو لا دولور، انه في عندك ميسك بالفيزيوثيرابي فينا نطلو من فوق، ولكن الفيزيوثيرابي ال بو با توشي لو فون. دونك يا دي تكنيك سكون في ا باري او سونتر دورجونس سيفالي، يا دي تكنيك كون ليبير لو ميسك، اون فوا كو لو ميسك ليبيري لو ديكلونشمون او لو ديكلون السبب اللي عمل وجع الراس خف. وبعد خبرتك هيدي التقنيات، او ممكن انه توصل لما يكون واحد ابدا عنده وجع راس يعني بعدين على القليل مزمن؟ يفو بيان كومبروندر. اذا الايفوليسيون تبع الميجرين نعرف شغلتين بس، انه بعد المينوبوز بتخف وخلال الحمل بتخف. هيدا عند النساء، عند الرجال؟ عند الرجال، وديجا 50 60 بتخف، 50 60. ولكن تريز امبورتون، او بعتبر هيدي واضحه ب ب ب ب ب دوماتيت. بس المريض نشرح له بالضبط شو عنده ويعرف 50% من العلاج تحسن. اوكي، ما حدا يفكر انه الحكيم ان كانت نيورولوج او مثلا لا دولور او دي مال دو تيت قادر يعمل ميراكل. هي كولابوراسيون
بين المريض والطبيب ولكن اكيد في حالات بنوصل فيها مش عارف. المفروض نوصل 80% 90% تحسن 100% يعني ما في 100% ولكن اكيد فينا نوصل المريض ل 80% تحسن. دكتور غسان مهنا اخصائي بطب الاعصاب طب الصداع والالم المزمن اهلا وسهلا فيك ان شاء الله ما حدا بيوجع راسه يعني إن شاء الله. شكرا لوجودك معنا. خلص وقتنا اليوم بام تي في لايف موعد جديد بكره مع مجموعه جديده من المواضيع. باي باي.